بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يا شباب راح أشرح لكم بعض التفاصيل المتعلقة بالمشروع تاعنا. الآن يا شباب الديسكريبشن تاع المشروع حطينا لكم إياه على الإيلرنينج، بالإضافة للجريدنج شيت، يعني كيف بدنا نصلح لكم على هذا المشروع. إحنا زي ما بنعرف يا شباب إنه الهدف من مادتنا هي العمل كتيم، وبالتالي هذا هو الهدف الرئيسي من المادة تاعتنا. اوكي، يعني احد الاهداف الرئيسيه، وبالتالي ضروري يا شباب انكم تشتغلوا كتيم مع بعض كل بعض. وبالتالي المشروع تاعنا اوكي راح يشتغل عليه شخصين او ثلاث اشخاص كحد اقصى، يعني شخص واحد ممنوع لانه راح نشتغل ضروري نشتغل كتيم، واربع اشخاص وطالع لا ممنوع لانه البروجكت يعني ما بتحمل الا فقط شخصين او ثلاث اشخاص. الآن المفروض يا شباب تصيروا تنسقوا أنتم مع بعض كل بعض حتى أوكي تقدروا تشتغلوا كتيم على هذا المشروع. الآن ليش إحنا بنشتغل كتيم؟ يعني ليش أنا بشتغل ما بشتغل لحالي؟ الآن في بعض المشاريع ما بيقدر الواحد يشتغلها ضمن زمن معين أو ضمن وقت معين بيقدر يشتغلها لحاله، وبالتالي بهاي الحالة نضطر إنه إيش يكون عندي مجموعة من الأشخاص، مجموعة من المبرمجين إنهم يشتغلوا مع بعضهم ويتعاونوا بسبيل إنه يعملوا هذا المشروع. يعني شخص واحد أوكي مش راح يقدر يعمل المشروع تاعنا أكيد، أوكي، لأنه هذا المشروع بده جهد وبده وقت، أوكي، وبالتالي المفروض يكون عندنا أكثر من شخص بيعمل المشروع تاعنا. وبالتالي لهيك شباب بمادتنا راح تتعلموا كيف تشتغلوا كتيم، وبالتالي راح تاخذوا خبره عمليه بانكم كيف تشتغلوا مع بعضكم البعض. طبعا راح تشوفوا الشغل كتيم يا شباب شيء مش سهل، بحاجه لتنسيق بين الاشخاص، وبالتالي كل ما كان التنسيق افضل كل ما كان ايش ادائكم بالمشروع افضل واحسن. طيب الان يا شباب بالنسبه للمشروع تاعنا اوكي انا حاطين زي ما حكيت لكم راح نبرمجه احنا باستخدام لغه السي شارب، وبالتالي المفروض احنا بنعرف نبرمج سي شارب. اوكي الان اي مشروع احنا بنعمله او بدنا نبرمجه ضروري يا شباب انه نعمل له اناليسيس وديزاين، وبالتالي لهيك احنا تعلمنا لغه اليو ام ال اللي هو لغه نمذجه، هاي احد لغات النمذجه، هاي راح تخلينا نعمل اناليسيس وديزاين للمشروع تاعنا. الان بناء عليه وانتم الان قاعدين بتقراوا الديسكريبشن ووصف المشروع تاعنا المفروض نبدا تبدوا تعملوا له اناليسيس وديزاين. الان كيف بدنا نعمل له اناليسيس وديزاين؟ راح نعمل يا شباب اوكي الدياجرامز اللي تعلمناها باليو ام ال، راح تعملوا بالبدايه اللي هو اليوز كيس دياجرام، هذا اول دياجرام راح انتم تبنوا. اوكي فبالبدايه انا راح اطلب منكم انكم تسلمونا اليوز كيس دايجرام، وبعد ما تسلموا اليوز كيس دايجرام راح شو تعملوا يا شباب؟ راح تعملوا الكلاس دايجرام، فبتيجوا بتعملوا الكلاس دايجرام وبتبنوا. اوكي هذا بتحدد شو الكلاسز الموجودات عندي وشو الريليشن بيناتهم، واحنا شرحناه بمثال كمان. بعد ما تعملوا الكلاس دايجرام بنيجي للدياجرام الثالث المهم، وهو عبارة عن السيكونس دياجرامز، راح يكون عندنا لكل يوز كيس عندنا باليوز كيس دياجرام راح يكون عندنا ايش راح يكون عندنا سيكونس دياجرام، وبالتالي راح تبنوا السيكونس دياجرامز. الان بعد ما تعملوا هذول الدياجرامز بتكونوا انتم قاعدين بتعملوا يا شباب ايش؟ بتكونوا بتعملوا اناليسز وايش وديزاين، بتكونوا بتعملوا اناليسز وديزاين. طيب الان عمليه الاناليسيس ديزاين كثير مهمه، ليش؟ لانها بتساعدنا على فهم المشروع، وبتساعدنا كمان مش فقط على فهمه، على كمان راح تساعدنا بالامبلمنتيشن وعلى يعني كتابه الكود لاحقا، وبالتالي ضروري نعمل اناليسيس وديزاين. الان بهاي الاثناء ما بدنا نترك البرمجه، الان المفروض كمان بهاي الاثناء واحنا نعمل اناليسيس ديزاين بنكون عاملين البروجكت تاعنا ومبلشين نبرمج فيه، مبلشين نبرمج فيه. اوكي؟ يعني في طلاب كانوا تصير عندهم مشكله، كيف؟
يعملوا اناليسيس وديزاين، يعني يبنوا الدياجرامز وما يظل وقت انه يعمل الكود، يعمل الكود. وبالتالي بهاي الحاله كانوا يعني عدد من الطلاب وعدد من المشاريع تفشل، السبب انه اخروا الكود للمرحله الاخيره. احنا ما بدنا الووتر فول موديل، ماشي، بدنا اتريتيف، بدنا اتريتيف. وبالتالي وانتوا تعملوا اناليسيس وديزاين، اوكي، ابدوا بلشوا اكتبوا الكود، بلشوا افتحوا البرمجي واكتبوا كود. طبعا راح تكتبوا اكيد الكود الرئيسي. يعني كيف الان قعدتوا انتوا مع بعض كجروب، اتفقتوا انكم تقعدوا كجروب مشان تفهموا اوكي المشروع تاعكم. الان قعدتوا مع بعض، الان بدكم تعملوا اناليسيس وديزاين. فاول خطوه راح تبنوا اليوز كيس دايجرام. الان وانتوا تبنوا اليوز كيس دايجرام، اجيتوا اكتشفتوا انه مثلا في عندي كلاس اسمها كاستمر على سبيل المثال، فطوالي كلاس كاستمر، طوالي روحوا افتحوا البرمجيه وبلشوا برمجوا كلاس كاستمر، واعملوا الكونستركتر وحطوا وحطوا الفيلد تاعينها، وحطوا اعملوا اوفررايد للتو سترينج وللايكوال، واعملوا السيت والجيت، واعملوا البرنت. فبالتالي اثناء وانتم تكتبوا يا شباب، اثناء وانتم تعملوا اناليسيس ديزاين، ضروري تبرمجوا. اوكي، وبالتالي يا شباب راح يكون عندنا تعملوا اناليسيس ديزاين، وهذا كثير مهم، من خلال الدياجرامز، يوز كيس، كلاس، سيكونس. واثناء وانتم تعملوا اناليسيس ديزاين لازم تبدوا تبرمجوا، لا تتركوا البرمجه لاخر مرحله. اوكي، طيب الان يا شباب عدم التواصل بين الطلاب هذا هو واحد من اسباب فشل البروجكت، لازم تتواصلوا مع بعض. بالاضافه الى انكم مش فقط تتواصلوا مع بعض يا شباب، لازم اوكي توزعوا الشغل مع بعضكم بطريقه صحيحه، لازم توزعوا الكود على بعض كل بعض، والشغل على بعض كل بعض، لانه علامتكم بالبروجكت راح تعتمد على قديش انت ماخذ كود. في بعض الطلاب باخذ الكود الكلي، وبظل لبعض الطلاب كود صغير، طبعا هيك علامتك راح تنقص اكيد. لازم الكود توزعوه قدر الامكان بالتساوي بين بعض كل بعض. طيب الان المشروع تاعنا ضروري يعمل رن، اذا ما عمل رن باخذوا الجروب كله صفر للاسف. يعني جبتوا لنا مشروع ما بيشتغل، حتى لو كان الحق على واحد معين، لا، لازم الكود يشتغل، يعمل رن. اوكي، يعمل رن، سينتكس ايرور مش مقبول. فلما اعمل رن انا، اوكي، الان بهاي الحاله، اوكي، اذا ما عمل رن بهاي الحاله الكل للاسف باخذ زيرو. يعني لازم مشروعك يشتغل، هاي نقطه كثير مهمه. طيب النقطة الثانية، كودنا اشتغل، الآن بنشوف كل طالب ايش اشتغل بالكود، الآن بناء عليه بنقيم. اوكي، يعني كودكم اشتغل الآن، الآن بنشوف، عفوا، إذا الآن كودنا اشتغل، اوكي، مرة ثانية، إذا سينتاكس ايرور زيرو. طيب الآن إذا كودنا اشتغل، بنعمل رن للبروجكت وبنتأكد من كل الحالات، وبنشوف بناء عليه قديش علامتكم. اوكي، يعني انا عملت له رن، جيت بس عملت له رن اوكي للكود تاعكم، مره ثانيه بس، عفوا. الان يا شباب زي ما حكينا انه اذا الكود تاعنا في سينتاكس ايرور الكل للاسف باخذ زيرو، هاي نقطه كثير مهمه لازم تنتبهوا لها، تمام؟ يعني كود لازم يشتغل حتى لو الحق على اي واحد من الطلاب، لا، الرن هذا جماعي. طيب الان افرض الكود تاع اشتغل وما في اي مشكله، يعني اشتغل، الان بنصلحه احنا، اوكي، طبعا راح يكون في مناقشه، يعني راح نصلحه امامكم والجروب كله لازم يكون موجود، اي حدا ما بحضر المناقشه باخذ زيرو. طيب الان انتم، احنا قاعدين الان عملنا رن، فاكتشفنا انه في بعض النواقص، الان راح يكون علامه نهائيه على البروجكت. اوكي؟
طبعا حسب الجريدنج شيت اللي احنا حاطين لكم اياها على الاي ليرنينج كيف راح نصلح. طيب الان بناء عليه يا شباب، بناء عليه شو بنعمل؟ اوكي حطينا العلامه، بس لحظه، هاي العلامه مش راح تكون لكل الطلاب زي ما هي، لا، حسب شو، حسب ادائك وشغلك بايش، حسب ادائك وشغلك بالمشروع وحسب مناقشتك كمان. اوكي فالان بنشوف كل طالب شو اشتغل. اذا في طالب ما له كود، يعني كوده كثير صغير، راح ياخذ علامه، جزء من العلامه اللي اخذتوها انتم بالمشروع تاعكم. يعني افرضوا انتم جبتوا مثلا 9 من 15، فالان اذا انت كان كل امورك تمام، انت كطالب كل امورك تمام وصح وناقشت صح، وطبعا بالمناقشه ممكن يكون تعديل كود، فاذا ناقشت وعدلت كودك ولاي سؤال سالناك فيه اشتغل تمام، ونسبتك بالكودات كانت صحيحه، يعني نسبتك هي النسبه يعني كودك يعني نسبه كامله بالكود، يعني مثلا انت اخذت، اذا انت 2 مثلا انت كاتب نص المشروع وكل امورك تمام، بتاخذ العلامه اللي جبتها انت، فبتاخذ مثلا 9 من 15 زي ما حكيت لكم. اما اذا طالب مثلا كودو غلط، في اخطاء بالمناقشه، كمان في عنده مشكله ما قدر يجاوبنا على بعض الاسئله، طلبنا منه يعدل الكود ما قدر يعدل الكود، الان راح ياخذ جزء من العلامه، يعني ممكن من 9 من 15 ياخذ 3 أو 2، يعني في طلاب هيك كانوا ياخذوا، زميله ياخذ مثلا جابوا بالمشروع ككل 9 من 15، واحد من الزملاء اشتغل اموره تمام ومناقشته تمام باخذ 9 من 15، باخذ العلامه اللي على المشروع. طالب اخر ما ما يعني ما يعني مش كاتب كود كثير وكله اخطاء كوده ومناقشته كمان فيها مشكله، ما قدر يجاوب على كل الاسئله او يعدل، فممكن ياخذ 2 من 9. اوكي فبالتالي علامه يعني المقصود انه علامه الطلاب بالمشروع ممكن يكون متفاوته، ممكن تكون متفاوته. الآن زي ما حكيت راح يكون عندنا مناقشة بالمشروع، يعني الطلاب لازم يناقشوا، فبالتالي راح نجتمع ويكون المهندسين موجودين معاكم ويناقشوكوا، يطلبوا منكم كل واحد كل كوده، المسؤول عن كوده تمام، ويناقشوا. طبعا هذا بحالة الكود ما في سينتكس ايرور، إذا الكود في سينتكس ايرور خلص مش راح نناقش. أوكي بس بحكي أنا إذا الكود شغال، فبنناقش كل واحد بكوده، بنطلب يعدل الكود تمام، نطلب يعدل الكود، وبالتالي هاي نقطة كثير مهمة. طيب فبالتالي هيك المشروع. مرة ثانية بس نقطة كثير مهمة، علامتكم إذا سينتكس زيرو. الآن إذا بعمل رن بنصلح لكم بنحط لكم العلامة. الآن الطلاب بالمجموعة ممكن تكون علاماتهم متفاوتة من العلامة اللي أخذوها بالبروجكت. الآن المفروض يكون الكودات موزعة على المجموع على الطلاب بالتساوي. الآن كل طالب بنناقشه بكوده وبنطلب يعدل، وبالتالي علامته راح تكون حسب كوده وحسب المناقشة كمان. بناء عليه بتكون علامتك أنت هيك بالبروجكت. تمام؟ الآن في نقطة كثير مهمة. البروجكت لا تتركوه للمراحل الأخيرة، ديروا بالكم، يعني حاولوا من الآن، لانه بعدينك بتبدا عندكم المواد الاخرى الكوزات، وبتبدا التحضير لامتحانات الفاينل. اوكي وبالتالي من ننتبه انكم تبدوا تكتبوا كود من الان. الان بالنسبه للديدلاين اللي حطيناه لموعد التسليم هذا ما بنقدر نغيره. ليش؟ لانه يا شباب هذا احنا ملزومين بتسليم العلامات من تسليم العلامات الاعمال الفصليه، وبالتالي ما بنقدر نغير على هذا الموعد، يعني اخر موعد هو تاع الديدلاين. وبالتالي ضروري تبدوا تبرمجوا من الان. في طلاب بيتركوا كل المشروع لاخر اسبوع، هذا طبعا مشكله، هذا راح يؤدي الى انه مشروعكم راح يكون ايش يا شباب؟ احتمال كبير فاشل. الان كل طالب بده يكتب جزء من كود، وبالاخير بدكم تشبكوا الكود مع بعضه،
هذا بده وقت، لأنه ممكن أحيانا نشبك الكود تصير عندنا أخطاء، فبالتالي هذا ضروري يتعدل. طيب الآن المفروض أنتم تجتمعوا يا شباب كل فترة مع بعض كل بعض، أوكي؟ طبعا تستخدموا اجتمعوا مع بعض، بتقدروا تستخدموا الزوم او المايكروسوفت تيمز حتى تتواصلوا مع بعض كل بعض، صارت هاي امور عاديه بيقدروا الناس يتواصلوا من خلالها، وايش وتناقشوا بالمشروع. اوكي، المشروع عليه 15 علامه، يعني جزء كبير من مادتنا، بالاضافه الى انه هذا المشروع راح يعلمكم لاحقا شلون تصيروا تشتغلوا كتيمز، وهذا نقطه كثير مهمه بي 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 بالمواد عندنا بمشروع التخرج، حتى بالشركات اللي لاحقا ان شاء الله يعني راح تتوظفوا فيها، فكثير الموضوع مهم، اوكي، ولازم يعني تهتموا بالمشروع. فمن الان حاولوا يا شباب تبدوا بكتابه الكود وتبدوا تعملوا اناليسز وديزاين. يعني لو انا مكانكم مجرد ما عملت الان التيم طوالي اليوم، اوكي، بما انه كمان خلصنا امتحانات اليوم، ببدا شو اعمل؟ ببدا اجتمع مع الجروب تاعي وبنقرا الديسكريبشن حتى نقدر نفهمه. طيب الان ابدوا اقرا الديسكريبشن، اذا واحد ووزعوا الشغل على بعض، اذا حدا قدر منكم مثلا يكتشف كلاس ويبدا يبلش كود، ابدوا من الان، مش غلط. طيب الان شو راح نعمل؟ بالنسبة للمشروع راح أطلب منكم تسلموني الأشياء التالية. راح أطلب منكم أول إشي تسلموني اليوز كيس دياجرام، راح أحدد لكم مواعيد تسليم اليوز كيس دياجرام. بعدين راح أحدد لكم تسلموني الكلاس دياجرام. بعدين راح طبعا أطلب منكم الإيش؟ السيكونس دياجرامز. هذول راح تعملوهم. بهاي الاثناء طبعا هذا راح احط لهم ديدلاين لتسليمهم، راح احط لكم رابط على الاي ليرنينج مشان تسلموني اياهم. هذول رسمات دايجرامز. الان بهاي الاثناء بدكم تكونوا تبلشوا تبدوا تكتبوا كود، ماشي؟ طيب الان الدايجرامز هذولا عشو راح ترسموهن؟ مش راح ترسموهن على ورقه وقلم، هذول المفروض الشباب ترسموهن على برمجيه. في برمجية موجودة طبعا عن النت اسمها Star UML. هاي بتعلمكم كيف تعملوا هذول الدياجرامز وكيف ترسموها. طبعا احنا راح احط لكم فيديوهات، هذول الفيديوهات فيهن شرح بالتفصيل، عن كيف تستخدموا هاي البرمجية، اوكي، كيف تبنوا الدياجرامز. طبعا لاحقا راح نعطيكم كويز على هاي البرمجيه، يعني راح اعطيكم كلاس دياجرام وتترسموه، او اعطيكم يوز كيس دياجرام وتترسموه، او اعطيكم سيكونس دياجرام وتترسموه، فضروري هاي البرمجيه تتعلموا عليها، لانه راح يكون فيها عليها كويز ان شاء الله، فاخر كويز راح يكون على البرمجيه. الان بالاضافه الى انه الدياجرامز اللي مطلوبات منكم، طبعا هذول عليهم دياجرامز تاعت المشروع، عليهم علامات بالمشروع، اوكي، من ننتبه راح اصلح لكم اياهن وعليهم علامات، بالاضافه للمشروع النهائي، كلهم هذا راح يكون من 15، اوكي، وبالتالي هذول راح يسلمون اياهن وعليهم علامات، وبالاخير المشروع النهائي لما تناقشوه بنحط لكم علامه، وبالتالي المجموع راح يكون علامتكم بالبروجكت. اوكي شباب؟ وبالتالي شباب بدنا ندير بالنا بالله، ليش؟ يعني ما نبدا من الان، لانه يا شباب نسبه من المشاريع اللي بيعملوها الطلاب ما بتنجح، او بيكون يعني يا بتفشل فشل تام، اوكي، او ما بتشتغل، يعني بيكون فيها اخطاء او نواقص. عدد قليل اللي بيكون كامل. وبالتالي ضروري احنا نعرف لغه يعني اذا انا ما بعرف سي شارب وبعرف اناليسز وديزاين ما بقدر ابرمج، صح؟ وبالتالي لازم نعرف نبرمج سي شارب، هاي النقطه الرئيسيه، بالاضافه الى انه نعمل اناليسز وديزاين بالشكل الصحيح، ونعرف احنا كتيم نتعامل مع بعضنا البعض. اوكي شباب، يعني هاي نقطه كثير مهمه
ولازم يعني نركز عليها. وبالتالي ضروري نكون نعرف سي شارب. طيب بالإضافة يا شباب، البرمجية تاعتنا أو البرنامج أو البروجكت اللي راح تعملوه راح تتعاملوا مع ملفات، فبالتالي الملفات اللي بدكم تتعاملوا معها راح تستخدموا إيش؟ السيريالايزيشن، يعني راح تستخدموا طريقة الملفات اللي احنا شرحناها بالمادة. يعني ما بدي أشوف مشروع واحد بتعامل مع داتابيز أو مع مايكروسوفت أكسس، لا، بدنا نتعامل مع الملفات زي اللي أخذناها احنا بمادتنا. تمام؟ تستخدموا السيريالايزيشن. الآن يا شباب زي ما حكينا إنه إذا الكود تاعنا في سينتاكس إيرور الكل للأسف بأخذ زيرو. هاي نقطة كثير مهمة لازم تنتبهوا لها. تمام؟ يعني كود لازم يشتغل حتى لو الحق على أي واحد من الطلاب، لا، الرن هذا جماعي. طيب الآن افرض الكود تاع اشتغل وما في أي مشكلة، يعني اشتغل الآن منصلحه إحنا، أوكي؟ طبعا راح يكون في مناقشة، يعني راح نصلحه أمامكم والجروب كله لازم يكون موجود. أي حدا ما بحضر المناقشة بأخذ زيرو. طيب الآن أنتوا إحنا قاعدين الآن عملنا ران، فاكتشفنا إنه في بعض النواقص. الآن راح يكون علامة نهائية على البروجكت، أوكي؟ طبعا حسب الجريدنج شيت اللي إحنا حاطينكم إياها على الإيليرنينج كيف راح نصلح. طيب الآن بناء عليه شباب، بناء عليه شو بنعمل؟ اوكي حطينا العلامه، بس لحظه، هاي العلامه مش راح تكون لكل الطلاب زي ما هي، لا، حسب شو، حسب ادائك وشغلك بايش، حسب ادائك وشغلك بالمشروع وحسب مناقشتك كمان، اوكي. فالان بنشوف كل طالب شو اشتغل. اذا في طالب ما له كود، يعني كوده كثير صغير، راح ياخذ علامه، علام جزء من العلامة اللي أخذتوها أنتوا بالمشروع تاعكم. يعني افرضوا أنتوا جبتوا مثلا 9 من 15، فالآن إذا أنت كان كل أمورك تمام، أنت كطالب كل أمورك تمام وصح وناقشت صح، وطبعا بالمناقشة ممكن يكون تعديل كود، فإذا ناقشت وعدلت كودك ولأي سؤال سألناك فيه اشتغل تمام، ونسبتك بالكودات كانت صحيحة، يعني نسبتك هي النسبة يعني كودك يعني نسبة كاملة بالكود، يعني مثلا انت اخذت، اذا انت 2 مثلا انت كاتب نص المشروع وكل امورك تمام، بتاخذ العلامة اللي جبتها انت، فبتاخذ مثلا 9 من 15 زي ما حكيت لكم. اما اذا طالب مثلا كوده غلط، في اخطاء بالمناقشة، كمان في عنده مشكلة ما قدر يجاوبنا على بعض الأسئلة، طلبنا منه يعدل الكود ما قدر يعدل الكود، الآن راح يأخذ جزء من العلامة، يعني ممكن من 9 من 15 يأخذ 3 أو 2، يعني في طلاب هيك كانوا يأخذوا، زميله يأخذ مثلا جابوا بالمشروع ككل 9 من 15، واحد من الزملاء اشتغل أموره تمام ومناقشته تمام بأخذ 9 من 15، يأخذ العلامة اللي على المشروع. طالب آخر ما مش كاتب كود كثير وكله أخطاء كوده ومناقشته كمان فيها مشكلة، ما قدر يجاوب على كل الأسئلة أو يعدل، فممكن يأخذ 2 من 9، أوكي؟ فبالتالي علامة يعني المقصود إنه علامة الطلاب بالمشروع ممكن يكون متفاوتة، ممكن تكون متفاوتة. طيب الآن زي ما حكيت راح يكون عندنا مناقشة بالمشروع، يعني الطلاب لازم يناقشوا، فبالتالي راح نجتمع ويكون المهندسين موجودين معاكم ويناقشوكم، يطلبوا منكم كل واحد كل كوده، المسؤول عن كوده، تمام، ويناقشوا. طبعا هذا بحالة الكود ما في سينتاكس ايرور، إذا الكود في سينتاكس ايرور خلص مش راح نناقش، أوكي؟ بس بحكي أنا إذا الكود شغال، فمنناقش كل واحد بكوده، بنطلب يعدل الكود، تمام، نطلب يعدل الكود، وبالتالي هاي نقطة كثير مهمة. طيب فبالتالي هيك المشروع. مرة ثانية بس نقطة كثير مهمة، علامتكم إذا سينتكس زيرو. الآن إذا بعمل رن بنصلح لكم، بنحط لكم العلامة،
الآن الطلاب بالمجموعة ممكن تكون علاماتهم متفاوتة من العلامة اللي أخذوها بالبروجكت. الآن المفروض يكون الكودات موزعة على المجموعة على الطلاب بالتساوي. الآن كل طالب بنناقشه بكوده وبنطلبه يعدل، وبالتالي علامته راح تكون حسب كوده وحسب المناقشة كمان. بناء عليه بتكون علامتك أنت هيك بالبروجكت. تمام؟ الآن في نقطة كثير مهمة. البروجكت لا تتركوه للمراحل الأخيرة، ديروا بالكم، يعني حاولوا من الآن، لأنه بعدينك تبدأ عندكم المواد الأخرى الكويزات، وبتبدأ التحضير لامتحانات الفاينل. أوكي؟ وبالتالي من ننتبه أنكم تبدوا تكتبوا كود من الآن. الآن بالنسبة للديدلاين اللي حطيناه لموعد التسليم هذا ما بنقدر نغيره. ليش؟ لأنه يا شباب هذا إحنا ملزومين بتسليم العلامات من تسليم العلامات الأعمال الفصلية، وبالتالي ما بنقدر نغير على هذا الموعد، يعني آخر موعد هو تاع الديدلاين. وبالتالي ضروري تبدوا تبرمجوا من الآن. في طلاب بتركوا كل المشروع لآخر أسبوع، هذا طبعا مشكلة، هذا راح يؤدي إلى أنه مشروعكم راح يكون إيش يا شباب؟ احتمال كبير فاشل. الآن كل طالب بده يكتب جزء من كود، بالأخير بدكم تشبكوا الكود مع بعضه، هذا بده وقت، لأنه ممكن أحيانا نشبك الكود تصير عندنا أخطاء، فبالتالي هذا ضروري يتعدل. طيب الآن المفروض أنتم تجتمعوا يا شباب كل فترة مع بعض كل بعض. أوكي؟ طبعا تستخدموا اجتمعوا مع بعض، بتقدروا تستخدموا الزوم أو المايكروسوفت تيمز حتى تتواصلوا مع بعض كل بعض، صارت هاي أمور عادية بيقدروا الناس يتواصلوا من خلالها، وإيش وتناقشوا بالمشروع. أوكي؟ المشروع عليه 15 علامة، يعني جزء كبير من مادتنا، بالإضافة إلى أنه هذا المشروع راح يعلمكم لاحقا شلون تصيروا تشتغلوا كتيمز، وهذا نقطة كثير مهمة بي 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 بالمواد عندنا، بمشروع التخرج، حتى بالشركات اللي لاحقا إن شاء الله يعني راح تتوظفوا فيها. فكثير الموضوع مهم، أوكي، ولازم يعني تهتموا بالمشروع. فمن الآن حاولوا يا شباب تبدوا بكتابة الكود وتبدوا تعملوا أناليسز وديزاين. يعني لو أنا مكانكم مجرد ما عملت الآن التيم طوالي اليوم، أوكي، بما أنه كمان خلصنا امتحانات اليوم، ببدأ شو أعمل؟ ببدأ أجتمع مع الجروب تاعي وبنقرأ الديسكريبشن حتى نقدر نفهمه. طيب الآن ابدوا اقرأ الديسكريبشن، إذا واحد ووزعوا الشغل على بعض، إذا حدا قدر منكم مثلا يكتشف كلاس ويبدأ يبلش كود، ابدوا من الآن، مش غلط. طيب الآن شو راح نعمل؟ بالنسبة للمشروع راح أطلب منكم تسلموني الأشياء التالية. راح أطلب منكم أول إشي تسلموني اليوز كيس دايجرام، راح أحدد لكم مواعيد تسليم اليوز كيس دايجرام. بعدين راح أحدد لكم تسلموني الكلاس دايجرام. بعدين راح طبعا أطلب منكم الإيش؟ السيكونس دايجرامز. هذول راح تعملوهن. بهاي الأثناء طبعا هذول راح أحط لهم ديدلاين لتسليمهم. راح أحط لكم رابط على الإيليرنينج مشان تسلموني إياهن. هذول رسمات دايجرامز. الآن بهاي الأثناء بدكم تكونوا تبلشوا تبدوا تكتبوا كود، ماشي؟ طيب الآن الدياجرامز هذولا عشو راح ترسموهن؟ مش راح ترسموهن على ورقة وقلم، هذول المفروض الشباب ترسموهن على برمجية. في برمجية موجودة طبعا عن النت اسمها Star UML. هاي بتعلمكم كيف تعملوا هذول الدياجرامز وكيف ترسموهن. طبعا احنا راح احط لكم فيديوهات، هذول الفيديوهات فيهن شرح بالتفصيل، هذول الفيديوهات فيهن شرح بالتفصيل عن كيف تستخدموا هاي البرمجيه. اوكي، كيف تبنوا الدايجرامز. طبعا لاحقا راح نعطيكم كويز على هاي البرمجيه، يعني راح اعطيكم كلاس دايجرام وتترسموه، او اعطيكم يوز كيس دايجرام وتترسموه، او اعطيكم سيكونس دايجرام وتترسموه. فضروري هاي البرمجيه تتعلموا عليها، لانه راح يكون فيها عليها كويز ان شاء الله.
فآخر كويز راح يكون على البرمجية. الآن بالإضافة إلى أنه الدياجرامز اللي مطلوبات منكو، طبعاً هذول عليهم الدياجرامز تاعات المشروع، عليهم علامات بالمشروع. أوكي، من ننتبه راح أصلح لكم إياهن وعليهم علامات بالإضافة للمشروع النهائي، كلهم هذا راح يكون من 15. أوكي، وبالتالي هذول راح يسلمون إياهن وعليهم علامات، وبالأخير المشروع النهائي لما تناقشوا بنحط لكم علامة، وبالتالي المجموع راح يكون علامتكم بالبروجكت. أوكي شباب، وبالتالي شباب بدنا ندير بالنا بالله، ليش؟ يعني من نبدأ من الآن، لأنه يا شباب نسبة من المشاريع اللي بيعملوها الطلاب ما بتنجح، أو بيكون يعني يا بتفشل فشل تام، أوكي، أو ما بتشتغل، يعني بيكون فيها أخطاء أو نواقص، عدد قليل اللي بيكون كامل. وبالتالي ضروري إحنا نعرف لغة يعني إذا أنا ما بعرف سي شارب وبعرف أناليسيس ديزاين ما بقدر أبرمج، صح؟ وبالتالي لازم نعرف نبرمج سي شارب، هاي النقطة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه نعمل أناليسيس ديزاين بالشكل الصحيح، ونعرف إحنا كتيم نتعامل مع بعضنا البعض. أوكي شباب، يعني هاي نقطة كثير مهمة ولازم يعني نركز عليها، وبالتالي ضروري نكون نعرف سي شارب. طيب بالإضافة يا شباب، البرمجية تاعتنا أو البرنامج أو البروجكت اللي راح تعملوه راح تتعاملوا مع ملفات، فبالتالي الملفات اللي بدكم تتعاملوا معها راح تستخدموا إيش؟ السيريالايزيشن، يعني راح تستخدموا طريقة الملفات اللي إحنا شرحناها بالمادة. يعني ما بدي أشوف مشروع واحد بتعامل مع داتابيز أو مع مايكروسوفت أكسس، لا، بدنا نتعامل مع الملفات زي اللي أخذناها إحنا بمادتنا، تمام؟ تستخدموا السيريالايزيشن. طيب وبالتالي شباب هذا هيك مختصر عن المشروع تاعنا. أوكي؟ تمام.